سلام اختي، صافا بخير؟ هاني كلشي مزيان اختي. عندي هاد البلاكار ها هو اختي، باقي جديد. ها هو راه فيه السد المجوره، باقي جديد، نقي في حاله جيده. فقط هاد المجير هذا هو اللي فيه الديفو هذا، هيا. اما هو صحيح، لا مارك اطلس هذا صحيح. او كتشوفوا هاد المجير هذا هو اللي فيه هاد البارتي هذه، وكاينه هاد البلاصه اللي تقطعت، راه كاينه غتلصق بالكولا، يعني ما غتجي ما غتبانش. يجو فيه حويجات الوليدات، يجي فيه كل شيء، يعني كيجمع كل شيء. راه نقي باقي في حاله جيده، هو كيف ما كتشوفوا باقي في حاله جيده. ونقي هنايا هذا الطاب ديالو كيفاش داير، هنا عنده الجيلات ديالو باش كيجي طالع من الارض. باقي نقي باقي جديد، هذا في حاله جيده، ما فيه حتى شي ديفو. يا هو اللي بغاتو مرحبا، الف مرحبا. خديته ب 400 درهم، اللي بغاتو نخليه ليها الثمن ديال 300 درهم، كتبقى هي اخر ثمن. اللي بغاتو تواصل معايا، الناس اللي بعادين وما كاينش في كازا، الارسال شويه غالي بالنسبه للحويجات الكبارين، ما كيكون لا ليفريزون غاليه. يستحسن ياخذوه مثلا الناس اللي هكايا داخل كازا واللي قرابين للرحمه. ها هو كيف ما كتشوفوا، كيشوف في السات المجوره، كيف ما كنقول لكم باقي جديد، راني عاد واخداه. ها هو اللي بغاتو 300 درهم. مرحبا والف مرحبا. ها اختي صافا بخير. عندي هاد الطليمطات هادو للبيع، طلامط من نوع الجيد، توب ديالهم ما عرفتش شنو تيقولوا له، ولكن هو هذا كما كتشوفوا، هذا لونتيطاش ولكن البروميان، ماشي ديال 40 درهم، هذا ديال 80 درهم. كيف ما كتشوفوا كيجي بهذا الصفر والزرق. كاينين الطلميط الاول فيه 2 متر و40 تقريبا، والثاني فيه 4 متر و11. يعني اللي بغى الطلميط الكبير يقطعو على جوج فممكن. كاينين 6 الخديات ديال 90 على هاد الشكل هذا، بهاد الخياطه هادي كيف ما كتشوفوا. ها هما فيهم الباندا في البلو مارين والصفر، ما فيهمش حس النبشه. هادو كانوا في واحد الدار او في واحد الصالون اللي ما كيمشيوش ليه الناس بزاف، تيمشيو ليه غير في العطله، ما عليهم لا بروك لا حتى شي حاجه. الطلميط كيف ما كتشوفوا باقي نقيين، ما فيهمش كيف كنقول وكنعاود حس النبشه. هنايا فيهم دوبل فاس، وهاد ترافيرسات جاو في البلو مارين، يعني بحال الطلميطة كيف ما كتشوف. كاينين 6 الخديات العباب ديال 90، وكاينين 4 ديال كالدوات، و 3 ديال بتيكوسان، 3 بتيكوسان، 4 ديال كالدوات، و 6 الخديات، و الطلميط فيه 2 و40، وواحد فيه فيه 4 أونص. الثمن ديالهم 800 درهم، كاين ارسال لجميع المدن. كيف قلت طليمطات الزوج، مرحبا تواصل معايا. الثمن البيع هو 800 درهم، الثمن جد مناسب. واللي هكايا دير واحد العمليه حسابيه وتشوف الثمن ديال الثوب شحال غادي يخرج، وشحال غادي تخيطهم بطبيعه الحال. يعني حاجه زوينه وحاجه نقيه بطبيعه الحال. اللي بغاتهم تواصل معايا على رقم 0714 26 56 81، 0714 26 56 81. كيف قلت كاين الارسال الى جميع المدن. مرحبا. السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم يا بنات، كاين عندي هاد الكوكوطات هادو للبيع. كاين هادي اينوكس البنات، ها هي اينوكس ثقيله ديال البنات، هانتوما شوفوا كيف دايره ثقيله البنات. هذا اللي جا ما يقدرش يهزها، هانتوما شوفوا من الداخل، خاصها غير تحك البنات، انا ما حكيتهاش، يعني غير تحك حيت مغبره. هانتوما شوف، اما محرقه ما والو، وثقيله، وقاع ديالهم دوبل. هانتوما شوف ديال فرنسا هذه البنات، من دوك الثقالات. ها هي اللي بغاها البنات ان شاء الله. مرحبا. كاينه هذه كيما قلت لكم، هي ديال فرنسا، هاي راه مطبوعه، ما عرفتش يبان لكم الكتابه ولا لا. هاي راه مطبوعه ديال فرنسا، 10 لتر، هاي 10 لتر اللي بغاها ان شاء الله، طالبه فيها 450 درهم. اللي جا راه يهزها ويشوف الثقل ديالها. وكاينه هادي البنات، هاي ديال برا حتى هيايا، حتى هي ثقيله وزوينه، كطيب على غليه الصفاره ديالها البنات. هاي هادي 4 لتر البنات، غنحلها لكم نوري لكم ان شاء الله من الداخل. ها انتما البنات، انا حليتها، ها هي شوفوا باقا نقيه، اينوكس ثقيل ديال فرامل البنات. هذه طالبه فيها ان شاء الله 230 درهم،
وكاينه هذه لامينيو الاول البنات، هانتوما لامينيو الاول راه خاصها غير هكا، هانتوما راه باقا زوينه وثقيله البنات، ثقيله بزاف. لا مارك ديالها سيب، ها مايا غير السيده جابت ليا ما حكاتهاش. المهم يبغى راه يحكها ان شاء الله، راه كتخرج تشعل هانتوما. حتى هي 4 لتر وراه تبارك الله راه واسعه من الداخل، من دوك اللي واسعين. وهذه البنات راه لامينيو الاول ماشي ديال دابا خفيف، هذه راه ما تقديش تهزيها بالثقل. هاي البلاقه ديالها، وكطيب البنات على غليه دغيا كطيب، هاي اللي درتي فيها دغيا كطيب. المهم هذه 230 درهم. وكاين هادو هاد الفنايق هادو، ها هما اينوكس، ها انتوما اينوكس هو الاول والثقيل، ها انتوما البنات راه مطبوعين، ها هو الطابع ديالهم كاين، كلهم مطبوعين وكلهم ثقال البنات. هما كاينه هادي وهاد الجوج ديالهم، هاهمايا شو باقيين زوينين. المهم هاد الفنايق هادو البنات طالبه فيهم ان شاء الله 80 درهم، هاهما اللي بغاهم ان شاء الله مرحبا. نمرة التليفون 06 12 23 17 18، نمرة الواتساب 06 64 01 21 51، كازا برنازيل، ارسال جميع المدن، مرحبا بالجميع. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. جبنا لكم اليوم هاد البروكار في القرونة، كيف ما كتشوفوا المخدة على هاد الشكل، مخدة ديال 90 دايرة كلها بالكابلي والقالون واللسانات، ودرنا الضوغي في الوسط، الضوغي اللي في الميطة والمخدة درناها الوسط باش يزيدها جمالية اكتر. فوالا كيما عودناكم دائما على المخدة كتكون دو فاس، باش ممكن تستعمليها بهاد الشكل، وممكن تستعمليها بالفاس الثاني اللي هو كله وردة وتخوه سامبل على هاد الشكل هذا. بالنسبة لهاد الدارة البنات فيها 10 المخاد ديال 90 على هاد الشكل دو فاس، وفيها 13 متر ديال الطلميطة، كتفصلها على حساب العبارات اللي عندك، واللي شاطلك راه كديريه لي كالدو لي تيكوسا ولا مزاود، ولا كتزيديه مخاد في الجناب، كل وحده وعلى حساب الاحتياجات ديالها. وبالنسبه للثمن البنات، اللي ثمن الاثمنه ديالنا دابا اللي كيعرفنا راه كلشي عارف الاثمنه ديالنا جد مناسبه، وكلشي كيفرش من عندنا، اللي عنده واللي ما عندوش كيفرش. ومرحبا بالبنات، بالنسبه للثمن كيبقى ب 1100 درهم البنات، ثمن جد مناسب ومشجع لكاع اللي باغي يفرش شي صالون، يعني صالون كامل كيبقى ب 1100 درهم. اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا على 06 04 34 63 75، مرحبا بالجميع. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. جبنا لكم اليوم هذا الموديل غزال على هذا الشكل هذا في البيج والدوغي، مخدة ديال 90 كما العادة دايرة كلها بالكابلي، اللسانات والقالون، ودخلنا ليه ديلافي بالقرونة، القرونة كيجي رائع مع البيج والدوغي. شوفوا المخدة البنات شحال غزالة، هاد الموديل جديد، مخدة الفاس ديالها الثاني على هاد الشكل كله وردة، شوفوا كيفاش كتغير البنات تفريشة بمجرد ما كتقلبي المخدة، ولا ممكن انك ديري مخدة نص نص ومخدة وردة، كذلك كتجي تفريشة رائعة. والطلميطة على هاد الشكل، وهاد التوبة البنات الطلميطة فيه دو فاس، هانتوما غتشوفوا الفاس الثاني شحال غزال، يعني اللي كيعجبها البريون بزاف ممكن انها دير هاد الفاس، وممكن ديري الفاس الثاني
بالنسبة لهاد الدار البنات فيها 10 المخات ديال 90، وفيها 13 متر ديال الطلميطة دو فاس، واللي شاطلك منها ممكن انك ديري لي كادو لي بتيكوسه ولا مزاود من الفاس الثاني اللي فيه البريون بزاف، باش تجيك تفريشه كومبلي وتجي خطيره البنات. اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا على 0603 10 89 83. ونسيت ما ذكرتش بالثمن اللي هو 1100 درهم البنات، 1100 درهم. السلام عليكم، كي دايره اختي؟ لاباس عليك؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. انت اختي كان عندي هاد الطلامط هادو هما باقي نقيين، اللون ديالهم في الموطارد وفي الكراميل داخل لهم هاد المارو. اللي عندها شي بيت الكلاس ولا بيت الماكله هادو راه صحاح تبارك الله في الصح والعمل. ها نتوما هاد الظهر ديالهم كيف داير، شوف هما المخدات ديالو مخاد كيف مخدومين. هادو البنات راه فيهم 12 مخده، هانتوما مخدومين بالسفيفه بحال هكايا، هانتوما هما باقيين نقايه. فيهم 3 ديال الطلامط و 12 مخده، 12 مخده بحال هاد الشكل هذا، و 3 ديال الطلامط، واحد فيه 2.40 متر وواحد فيه 2.40 متر وواحد فيه 2.20 متر، و 12 مخده هما اللي بغاهم ان شاء الله. ثمن مناسب 5000 ريال، 250 درهم. اللي بغاهم ان شاء الله يتصل بيا في 0612 23 17 18، نمرة الواتساب 0664 01 21 51، كازا برنازيل، ارسال جميع المدن ان شاء الله. مرحبا بالجميع. السلام عليكم، كي دايره اختي؟ لاباس عليك؟ هانيه، نتمنىك ان شاء الله اختي تكوني بخير. عندي اختي الحوفه والطلامط، ها هما اختي. ها الحوفه هذا فيه 4 متر 2 على 2، ها الاخر حتى هو، ها هو اختي فيه 2.5، هذا حتى هو فيه 2.5، بالطلامط بالمخاد عامرين، وفيهم هاد البوفه 3، ها الاولى الثانيه اختي، ها الثالثه، هاي ها هما اختي. بالنسبه للعبارات نقول لك اختي، العبارات الاول قلت لك فيه 4 متر 2 على 2، الثاني اختي فيه 2.5، والثالث فيه 2.5، وعندي الرابع فيه 2.30، ما دايرهاش. بالنسبه للمخاد فيه 15 المخده، 12 عامرين وثلاثة ما عامرينش، ها هما. وكاينين 9، كاينين 6 المزاود عامرين، لي كالدو 3 كبار و5 صغار عامرين، ها هما المزاود فيهم 6، هادو هما فيهم 6، هادو اختي فيهم 5، وهادو فيهم 3، ها هما اختي. على هذا الشكل اللي كان اختي مهتم يتصل بيا انا اختي في الولفة، كنقول فيهم 1600 درهم، قابل للتفاوض واحد شويه. دونك كنقول كاينين الحوفه بالطلامط ديالهم بالمخاد عامرين بهاد 3، ها هما بوفات 3، ها هما اختي اللي كان مهتم يتصل. التليفون ديالي 0618 22 0828، انا كنتواجد في الولفة الحاج فاتح. وشكرا اختي بزاف، شكرا، الله يعطيك صحيحتك.